اهلا بيكو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ لما بنروح مطعم اول حاجه بنفتحها في المنيو اللحمه او اطباق اللحوم بتكون البكاتا بالمشروم. ايه سر البكاتا بالمشروم؟ تعالوا نعرفه النهارده مع بعض. اول حاجه هنتبل اللحمه ملح وفلفل من الناحيتين، وفي طاسه على النار هنحط زبده وعليهم شويه زيت. هننزل باللحمه في الطاسه، وبعد ما اللحمه خدت دقيقتين على كل جنب هنطلعها في طبق جانبي. هبدأ دلوقتي اقطع المشروم، وفي نفس الطاسه اللي عملنا فيها اللحمه هنحط المشروم. بعد ما المشروم دابل هنرجع نحط اللحمه مره تانية، وهنحط عليهم كوبايه من مرقه اللحمه عشان نضمن ان اللحمه تكون استوت كويس. وانا بقلب اللحمه هنسيبها 10 دقايق على النار عشان نضمن ان اللحمه تكون استوت كويس جدا. ودلوقتي على كوبايه ميه انا هحط معلقه كبيره من صوص الديمجلاس، بس نخلي بالنا ان الشوربه اللي احنا حطيناها في اللحمه ما تكونش فيه مالحه قوي، او ما يفضل ان هي ما تكونش مالحه عشان صوص الديمجلاس متبهر كويس جدا. وعلى حسب طبعا كميه اللحمه اللي انت عاملاها هتحطي يا معلقتين كبار على كوبايه كبيره، يا اما معلقه كبيره على كوبايه زي بتاعتي. وهنحط الديمجلاس على اللحمه ونسيبهم لحد ما الصوص يتقل خالص. الصوص تقل بقى معانا بالشكل ده. نحط دلوقتي الكريمه اللبانه. وبكده تكون وصفتنا خلصت. انا بحبها جنب رز ابيض، ممكن تعمليها كمان جنب خضار سوتيه او ماش بوتيتو. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير لو الوصفه عجبتكم. بالهنا والشفا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.